السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وبعد. إن شاء الله نتكلم النهاردة عن أنواع المصفوفات. نقدر نقسم المصفوفات على حسب أبعاد المصفوفة، وأبعاد المصفوفة ممكن نقول برضو حجمها. ليه؟ لأن كل ما الأبعاد بتاع المصفوفة زادت كل ما حجم عناصرها كان أكبر. عندنا أول حاجة الوان دايمنشنال أري، اللي هي المصفوفات ذات البعد الواحد أو أحادية البعد، والمصفوفة الدو دايمنشنال اري اللي هي مصفوفة ثنائية الأبعاد، والمصفوفة اللي هي المالتي دايمنشنال اري أو المصفوفة متعددة الأبعاد. وكمان ممكن على أساس الحجم، في مصفوفات بتبقى حجمها ثابت، وفي مصفوفات دايناميك سايز اري يعني بيبقى حجمها متغير. تعالى كده نبدأ مع أول نوع عندنا النهاردة، اللي هو المصفوفة ذات البعد الواحد أو أحادية البعد اللي هي الوان دايمنشنال اري. يمكنك تخيل هذه المصفوفة هي عبارة عن صف أو عمود بذاكرة الحاسب الآلي، وبيتم تسجيل العناصر الإليمنتس بتاع المصفوفة داخل هذا الصف أو هذا العمود. وطبعا كل واحد من دول أو كل عنصر بيبقى ليه إندكس أو دليل. أول واحد بيبقى زيرو، ونكمل بعد الزيرو لفوق. إزاي نعرف المصفوفة ذات البعد الواحد؟ اتكلمنا عنها في البرنامج السابق لما قلت إن أنا بقول على طول كلمة دايم أو ديم، وبعد كده بقول اسم المصفوفة وفقا لشروط وقواعد تسمية المتغيرات في لغة الفيجوال بيزك، وبعد كده بتبعها بقوسين، وبعد القوسين دول على طول بروح جاي كاتب as، وبعد كده بقول نوع المصفوفة. ويجب ان انا طالما حددت نوع المصفوفة ان انا كمان اكون ايه، ان انا اسجل عناصر element داخل المصفوفة تتناسب مع هذا النوع كما سبق الشرح. ممكن نكتب كده، وممكن نقول هنا مثلا ايه 9، يبقى كده الكلمة دي خلاص، دي كلمة محجوزة خدناها قبل كده، كلمة تعريف المتغيرات والمصفوفات. بعد كده اسم المصفوفة وفقا لقواعد تسمية المتغيرات، بين قوسين بنكتب اللي هو ايه اللاست اندكس، اخر اندكس في المصفوفة اللي هو بيحدد لي عدد عناصرها. فانا لما اقول ان اللاست اندكس هنا 9، يبقى المصفوفة دي بتتسع ل10 عناصر. ليه؟ ببدأ من 0 ل9. طيب لو قلت هنا 13، يبقى المصفوفة دي نوع انتجر وبتتسع ل14 عنصر، لان اول element او عنصر بيكون اندكسه 0، واخر اندكس عندي بيكون 13. لو قلت 4، يبقى المصفوفة دي نوع انتجر واسمها ديجري وبتتسع لكام؟ ل5 عناصر. يبقى بنقول هنا دي كلمة محجوزة، اريني اسم المصفوفة وفقا لقواعد تسمية المتغيرات، لاست اندكس اللي هو اخر دليل اللي هو بيحدد لي كام عنصر موجود بالمصفوفة، كلمة از ده امر برمجي جاهز، وبعد كده اري. طيب لو قلت له دايم اي عدد عناصرها 3، اعمل لي مصفوفة اسمها اي بتتسع لاربع عناصر من 0 ل3، نوعها بيكون عناصر كلهم انتجر ارقام صحيحة. لو قلت له ديم او دايم نيمز 2، يعني مصفوفة اسمها نيمز بتتسع لتلات عناصر، وبيتم تخزين قيم نصية سترينج داخلها. طيب اتعامل ازاي مع المصفوفة؟ التعامل مع المصفوفة كما هو التعامل مع المتغيرات. يعني على سبيل المثال في البرنامج بتاعنا، لو انا عايز اخلي هنا مثلا دي مثلا، خلي مثلا هنا نعمل مصفوفة كده ونقول مثلا اسمها نيمز، ونقول مثلا ان هي بتتسع فعلا لتلات عناصر، ونقول ان هم as string. تمام كده. بعد كده هنقول بقى ايه، عايز اتعامل معاه التعامل معاه زي المتغيرات. زمان كنت بتقول له مثلا المتغير اللي اسمه 1 بيساوي احمد مثلا، يعني اسف اكتب مثلا هو ما فيش متغير اسمه 1، لو قلت له dim 1 as string كنت بتعمل ايه؟ اهو كنت بتقول له خلي ال 1 بيساوي مثلا احمد مثلا، يعني اهو نفس الكلام. مش دي هنا مالها، دي مصفوفة عايز اتعامل معاها. بتعامل معاها اول حاجة بكتب اسمها، اسمها عندك ايه؟ اسمها نيمز. تمام اهي اسمها نيمز، بس هنا هي مش متغير، اسم المصفوفة لازم يطبع بقوسين، وبعد القوسين الدليل اللي انت عايز تتعامل معاه. فلو انا عايز اجي في العنصر رقم 2 اسجل فيها كلمة انس، يبقى العنصر رقم 2 اندكسه كام؟ اندكسه 1، وبعد كده بيساوي القيمة اللي انت عايزها.
يبقى اول حاجه بتقول له اسم المصفوفه ويجب ان يكون مطبوعا بايه؟ بقوسين. مظبوط جدا. تعالى كده نجيب تعريف المصفوفه هنا كده اهو قدامها عشان بس الكلام كله يبقى ايه؟ يبقى قريب من بعضيه. اهو قلت له اعمل لي مصفوفه فيها ثلاث عناصر من النوع النصي string، اسمها ايه؟ اسمها names. لما بتعامل مع المتغير كنت بقول له ايه؟ اهو بقول له يا متغير اتفضل ساوي احمد، بقول له يا مصفوفه واسم المصفوفه لازم يبقى بعديه قوسين والدليل، بقول له يا مصفوفه روح للمكان رقم 2 وسجل فيه انس. طيب لو عايز المكان رقم 1 سهله جدا، انت مش مرتبط بالترتيب، هقول له names بس، لا ولازم قوسين. المكان رقم 1 اللي هو بيساوي 0 ماله؟ خزن فيه سما مثلا. يبقى انا بتعامل هنا مع المصفوفه من خلال ايه؟ اسمها، واسمها لازم يكون مطبوع بقوسين، وبين القوسين الدليل اللي انا عايزه. طيب لو انا عايز اطبع اهو، اطبع داخل المصفوفه اي عنصر من عناصرها. طبعا لو انا جيت عايز اطبع العنصر الاول او الثاني، الثالث لسه فاضي، هقول له برضو ايه؟ هقول له روح للتكست بوكس 1 دوت تكست وخليه بيساوي. لو كتبت هنا 1 ايه اللي هيحصل؟ هيكتب لي كلمة احمد. تعالى كده نجرب مع بعض اهو، البرنامج اشتغل، هيروح جاي عامل متغير سترينج اسمه احمد واسمه 1 يخزن فيه كلمة احمد، ولما اضغط كليك على بوتون 1 يروح جاي برضو عامل ايه؟ كاتب لي في تكست بوكس 1 قيمة التكست بوكس 1 دوت تكست قيمة المتغير 1. طيب 1 موجود فيه ايه؟ كلمة احمد. يبقى ايه اللي هيتكتب هنا؟ هيكتب لي كلمة احمد. مظبوط. طيب لو جيت غيرت البرنامج وقلت له لا ما تطبعليش 1، اطبع لي المصفوفة اهي العنصر التاني، كان ايه اللي موجود في العنصر التاني؟ كلمة انس. يبقى زي ما كنت بتعامل مع المتغير هو نفس التعامل مع المصفوفة، الاسم ثم قوسين ثم الدليل عشان اعرف انا هتعامل مع انهي قيمة. ها لما يدوس كليك على بطن 1 روح للتكست بوكس 1 دوت تكست خليه بيساوي العنصر التاني في المصفوفة. طب العنصر التاني في المصفوفة قيمته ايه؟ انس. يبقى يكتب لي هنا انس. ممتاز جدا. يبقى الطريقة الاولى للتعامل مع المصفوفة بعد تعريفها ان انت تعمل ايه؟ ان انت تتعامل معاها بدليل دليل. طيب بس هتظهر هنا عندك مشكلة. ايه هي المشكلة؟ تعال نفترض مثلا واحد عمل المصفوفة كده مثلا ديم وسماها نمبرز مثلا، وراح جاي حاطط فيها 100 عنصر، 100 عنصر اللي هم بقى كام؟ 99، من 0 ل 99 as integer. ممتاز جدا. وعايز يتعامل مع ال 100 عنصر 100 element دول يعمل ايه؟ يقعد يقول النمبرز تمام 0 تمام بيساوي 1، الله الله الله، نمبرز 2 1 بيساوي 2 وهكذا، الموضوع يبقى صعب جدا. لذلك تأتي هنا وظيفة التكرار. يبقى بنتعامل هنا مع المصفوفة بالاسم ثم القوسين ثم الاندكس زي كده اهو، قلت له اعمل لي مصفوفة اسمها نيمز خزن لي فيها القيم دي واطبع لي في تكست بوكس 1 القيمة رقم 2، وخدنا المثال ده خلاص. طيب زي ما قلنا لما يكون عندي مصفوفة عدد عناصرها كبير زي المصفوفة دي ما ينفعش اتعامل معاهم دليل دليل ولا عنصر عنصر، لذلك بتوظف التكرار لإدخال عناصر المصفوفة ثم طباعة عناصر المصفوفة. التكرار بيعمل ايه؟ لو انت عندك 100 عنصر داخل المصفوفة اعمل له حلقة تكرارية برضه بتبدأ بصفر وبتنتهي عند 99 وقول له اطبع لي من خلال عناصر المصفوفة او ادخل عناصر المصفوفة من خلالها. تعالى كده نشوف برنامج كده نجربه مع بعض. المبرمج عمل تكست بوكس اهو، والتكست بوكس ده ماله؟ هيكون مالتي لاين يعني متعدد الاسطر. يروح جايبين كده الخصائص، وهنيجي هنا على الخاصية اللي اسمها مالتي لاين اللي هي ان يكون فيه اكتر من سطر ونخليها ترو. طيب وبعد كده عمل زرار اللي هو اسمه ايه برضو؟ بطن 11. قال لك ان هو لما يضغط عليه المستخدم يقدر يسجل داخل المصفوفة عناصرها، والزرار اللي هو 22 لما يضغط عليه المستخدم يقدر يطبع عناصر المصفوفة.
يبقى الزرار ده يستخدم في ادخال عناصر المصفوفه، والزرار ده يستخدم في اخراج عناصر المصفوفه. هيتم الادخال والاخراج، هيتم الاخراج الاخراج اسف داخل التكست بوكس 11 اللي هو متعدد الاسطر. لو جينا كده نشوف البرنامج بتاعنا، عامل هنا مصفوفه اسمها نيمز بتحتوي على مكان كم مكان؟ مظبوط 3 0 و1 و2. ممتاز جدا. ممكن بس كده نعمل ايه، نعزف كل ده عشان نعمل البرنامج مع بعض. بنفترض ان لسه البرنامج جديد وعرفنا ان ده تكست بوكس اللي هو اسمه 11 وده اللي هو البطن 11 وده بطن 22. عايزين نعمل ايه؟ نوظف التكرار. لما نضغط على الزرار ده ندخل عناصر المصفوفه ونخزنها، ولما نضغط على الزرار ده نطبع عناصر المصفوفه. سهله جدا. يبقى الاول لازم ندخل كده ونعمل ايه؟ ونروح جايين في البابليك كلاس ونعرف مصفوفه على مستوى النموذج ككل. نخلي المصفوفه مثلا اسمها ايه؟ اي اسم، ماي اري مثلا، هذا الاسم وفقا لقواعد تسميه المتغيرات. ممتاز جدا. عايز عدد عناصرها كام؟ عايزهم 5 من 0 ل 4. طيب نوع المصفوفه دي هتبقى ايه؟ مثلا انتجر. خلاص. عايزين بقى ندخل 5 عناصر انتجر جوه ماي اري بتاعتي دي. ها؟ هنضغط على الزرار ده عشان نبرمجه. تمام. وهقول له تعالى لما المستخدم يضغط كليك عليك يا بطن 11 دخل لي عناصر المصفوفه دي اللي اسمها ماي اري. وطبعا عندنا طرق كتيره جدا جدا نقدر نستخدمها، بس احنا عايزين نستخدم التكرار البسيط جدا بجمله فور. هقول له ايه؟ طبعا برضو عايزين نعرف متغير كعداد للتكرار، وعداد التكرار ده دايما بيبقى ايه؟ انتجر. طب ما تيجي نروح معرفينه على مستوى النموذج ككل. يبقى اقول له مثلا دايم او ديم اي از انتجر. ممتاز. ها تعالى بقى ايه نبرمج البطن ده. هقول له فور الاي اللي هو العداد بتاع التكرار بيبدا من 0 2 وبينتهي عند ايه؟ اخر عنصر اللي هو هيكون كام؟ 4. يبقى من 0 ل 4 5 عناصر. ايه اللي يحصل جوه التكرار ده؟ سهله خالص. هقول له لما المستخدم يضغط كليك على هذا الزر نفذ التكرار. التكرار بيعمل ايه؟ التكرار بيظهر انبوت بيكس ام انبوت بوكس للمستخدم عشان يخزن داخل المصفوفه. طب المصفوفه اسمها ايه؟ المصفوفه اسمها ماي اري اهي. طيب هنستخدم انه اندكس فيها؟ انا عايز اول مره اقول 0، تاني مره اقول 1، تالت مره اقول 2، 3، 4. يبقى ما ينفعش احط رقم ثابت. اقول له روح للمصفوفه اللي اندكسها اي، وبما ان الاي بتبدا من 0 يبقى روح لاول اندكس. لما يلف التكرار الاي تبقى بواحد روح لتاني اندكس، لما يلف الاي تبقى باتنين روح لتالت اندكس، لما يلف الاي تبقى باربعه. يبقى انا كده قدرت ان انا اعمل ايه؟ ثبتت اسم المصفوفه وغيرت الاي عليها، وبما ان الاي بتبدا من 0 وتنتهي عن 4 فكاني قلت له ايه؟ ماي اري ام 0، ماي اري العنصر الثاني بواحد، ماي اري العنصر الثاني اللي هو 2 و3 لحد ما اوصل ل 4. بتساوي ايه؟ بتساوي انبوت بوكس، يعني دخل لي قيم المصفوفه من خلال الانبوت بوكس ايه؟ وهات لي رساله كده في الانبوت بوكس ده بتقول لك ايه؟ مثلا ادخل عناصر المصفوفه. يبقى لما المستخدم يضغط كليك على طول هيروح على طول ظاهر له انبوت بوكس 5 مرات. عرفت منينهم 5 مرات؟ لان التكرار بيبدا من 0 وبينتهي عند كام؟ تمام، عند 4. طيب كل مره في التكرار هيعمل ايه؟ يخزن عنصر من الانبوت بوكس داخل المصفوفه. طب هو ينفع التكرار؟ ما انا مش هكرر، ما انا اقول اول مره ماي اري ب 0، ماي اري ب 1 لحد ماي اري ب 4. تعال نجرب ندخل عناصر المصفوفه. ادخل عناصر المصفوفه، ضغط كليك هيبدا بالتكرار الاول ياخد العنصر ابو 0، فاقول له مثلا ايه؟ 10. انتر. يروح جاي جايب لي تاني مره الماي اري ب 1. 20. انتر. هيروح جايبها لي تاني. 30. انتر. 40. انتر. 50. كررت كم مره؟ 5 مرات. وسجلت جوه المصفوفه كم مره؟ سجلت خمس ارقام.
يبقى اذا انا قدرت اوظف التكرار مع المصفوفات في ادخال عناصرها. طيب نعمل العمليه العكسيه، عايز اللي تخزن جوه المتغيرات اللي في المصفوفه يطبع لي في التكست بوكس 1، يبقى برمج الزرار الخاص بايه؟ اطبع عناصر المصفوفه. ممتاز جدا. ها تعالى كده نعمل مع بعض فور الاي. الاي هو فين؟ ما الاي انت عرفته فوق خلاص اهو ان هو متغير انتجر وهتستخدمه على التكرار، وطالما عرفته على مستوى الكلاس بتاع الفورم 1 يبقى شغال معاك في كل البرايفت سب، بيساوي برضو من 0 2 4. اعمل ايه؟ قول لي يا تكست بوكس 1 دوت تكست، او تكست بوكس اسف 11 دوت تكست بيساوي ايه؟ بيساوي اللي موجود في النيمز اوف اي، لا اسف مش اسمها نيمز، اسمها ايه المصفوفه بتاعتي؟ اسمها ماي اري، وافتح قوسين واقول له اوف مين؟ اوف اي. يعني كل مره اطبع لي في التكست بوكس 1 قيمه المين المصفوفه. بس هيحصل هنا عندنا مشكله، تعال نجرب الاول. هدخل عناصر المصفوفه الاول من خلال اللوب ده، ادخل ها 1 2 3 4 5، دخلت كده خمس ارقام بسرعه. لما اجي اطبع اشوف ايه اللي هيطبع، وهيحصل التكرار خمس مرات، بس ايه اللي هيبقى، ايه اللي هيفضل موجود في التكست بوكس؟ اخر رقم بس 5. ليه؟ لان الواحد اتكتبت اتمسحت، جه مكانها الاثنين اتمسحت، فجالك اخر عنصر في الاري. طب لو انا عايز كل العناصر تطبع، سهله جدا خدناها قبل كده، هقول له خلي التكست بوكس 1 بيخلي الموجود في التكست بوكس 1 ويضيف عليه اند، يبقى كده معناه ايه؟ خلي اللي موجود في التكست بوكس 1 ما تمسحوش، وضيف عليه الماي اري، ويا ريت تروح نازل على سطر جديد. طب ننزل على سطر جديد ازاي؟ هنقول له انفايرمنت، في طرق كتيره خدناها قبل كده، دوت نيو لاين. يعني بعد اذنك، بعد ما تطبع العنصر الموجود في المصفوفه داخل التكست بوكس 1 11، انزل على سطر جديد كويس. ولما تيجي في الدوره الثانيه خلي الاند دي كده، طالما جت هنا كده يعني بقول له يا تكست بوكس خلي اللي مكتوب والمطبوع بداخلك كما هو، ضيف عليه العنصر الثاني وانزل على سطر جديد. تعال نجرب، هندخل المره دي عناصر المصفوفه، ادخل عناصر المصفوفه 1 40 32 7 100، كده دخلت كام عنصر؟ 5. هما فين دلوقتي؟ في ذاكرة الحاسب داخل الماي اري اللي بتتسع لخمس اماكن. طب انا عايز اطلعهم، يبقى لازم استخدم تكرار من خمس دورات عشان كل مرة يتباع لي داخل التكست بوكس 1 اللي موجود في الماي اري. يعني كده قلت له ايه؟ هات العنصر الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، اطبع. قال لك ايه؟ طبعت اول عنصر اللي هو ماي اري بصفر، ورحت نازل على سطر جديد واحتفظت باللي موجود في التكست بوكس 1، وطبعت ماي اري 1 اللي هو 40، ونزلت على سطر جديد واحتفظت بماي اري، وهكذا لحد ما طبعت ادي 1 2 3 4 5. يبقى بالطريقه دي قدرت ان انا اسجل خمس عناصر داخل المصفوفه، وان انا اطبع خمس عناصر ايه؟ وان انا اطبع كمان اللي هي العناصر الموجوده داخل المصفوفه. ان شاء الله الفيديو القادم هنتكلم على أمثلة على المصفوفات ذات البعد الواحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.